تكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. يعني صراحة تعصبنا، يعني كناش كنتوقعوا داك بارديدو يبقى هيداك، ولكن فهمتي الحمد لله باقي العام اللي ماشي ان شاء الله يكون خير، وديما نبقاو مدريد فهمتي، يوم مدريد في الدنيا لعبوا كره شويه، لعبوا ما عطاهمش الحظ، ما وفقهمش الله، ما عندهم ما يديروا، صافي ما لعبوش كره مزيان. بالنسبه لي انا فريق ريال مدريد ما عنده لا كره لا والو، ها انا فرحان باللي طار من مدريد، فرحان بزاف، انا برشلوني بيبا ميسي. عجبني الحال فاش خسرت المدريديه، وعجبني التاهل ديال برشلونه للفينال ديال كاس اوروبا. مدريد دائما يعني عام الاول الدواء، هذه النوبه ديال جوفينتوس، لعبوا كره مزيانه وبصحتهم. طبعا فرحتي فاش خسرت ثاني تشتروا برشلونيه. فيف بارسا. المستوى ديالهم الريال زعما ماشي مستوى ضعيف، ولكن المشكل ديال الترينادور هو اللي عمل ديك المشكل هذاك، هو اللي اثر على الفريق توصلنا ديك الهزيمه ديال البارح. ريال مدريد ما عندها كره، بالنسبه لي ريال مدريد خصو كريستيانو وكارت بيل يمشيو فحالهم، ما يبقاوش في ريال مدريد. واش غنقول لك، الله يحسن العون ديك الناس ديال مدريد، الله يحسن العون ديك الناس ديال مدريد مساكن، بقاو فيا ملي عملوا هيدا، ملي عملوا داروا هيدا بقاو فيا مساكن، صافي باي باي مدريد، باي باي. انا مدريديه وشفت بلي مدريد زعما لعبوا غير ما استعفهمش الحظ وصافي، ولكن واخا هكاك انا ما تعصبت ما والو، زعما كيقسموا معايا ولا كي قفي الحال بزاف، ولكن هذه هي كرة القدم، ما عندك ما دير، فيها الربح فيها الخسر وديما مدريد.